أهلا وسهلا فيكم بحوار جديد من حواراتنا ضمن حوارات خبرة. واليوم ضيفي ضيف عزيز وغالي، ويعني يمكن للكثيرين منكم هو غني عن التعريف، دكتور فادي عمروش. أكيد كثير من متابعين خبرة احنا من متابعينه. طبعا من خلال اللقاء اليوم حنعرف عنه أكثر، حنعرف شوي عن كيف بيشتغل وشو الأشياء اللي هو بيشتغلها. أنا سعيد كثير بحوارنا اليوم فادي، وشكرا كثير لوقتك ولهال المعلومات اللي أتوقع أنك تعطينا إياها. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا صديقي الغالي فادي، كثير سعيد بتواجدي معكم، وهيك إن شاء الله هيك يكون حوار جميل ومفيد للجميع إن شاء الله. طيب صراحة يعني الحوار معك ضمن هذا الإطار خبرة صعب كتير إنه نعمل له تكثيف بساعة حتى أو يعني بوقت قليل، لأنه ما شاء الله عنك أنت يعني خبراتك هي صايرة levels، مستويات مختلفة. فحنحاول إحنا نركز على بعض المستويات اللي أعتقد أنها بتهم المشتركين بخبرة بشكل عام اللي بيتابعونا، بحيث انه يكون يستفيدوا منها بطريقه ما، لانه صعب يمكن نغطي فعلا كل شيء بدنا اياه. ولكن يعني من خلال متابعتي لك ومتابعه الناس لك وبشوف الناس ايضا شو بيسالوك، في سؤال انا صراحه حابب اسالك اياه، انه يعني انت اثناء يعني حياتك عم تتعلم كثير اشياء، عم تطور من نفسك كثير، ما شاء الله ايضا يعني واضح انه انتاجيتك كثير عاليه، ان كان بال يعني بالمحتوى، بالتعليم، بالكتب، بالمقالات. ف كيف فينا نعرف انه انت المعلومات اللي بتاخذها بشكل عام، يعني ممكن طبعا انت عم تتعلم كيف تكون منتج اكثر، كيف عم تعمل هذا الجسر بين ما تتعلمه وبين تطبيقه؟ كيف بيحصل انك تطبق ما تتعلم؟ تسلم فادي، الله يسلمك يا رب. هو بالبداية يعني نقطة كتير مهمة كمان يعرفوا المستمعين ويمكن تعرف حضرتك كتير، اللي هي أن جميع الجهود أو جميع النتائج تأتي بشكل تراكمي. فعمليا ما يظهر خلينا نقول بين قوسين فجأة بعد سنوات، فهو يظهر كأنه شيء مفاجئ، ولكنه عمليا هو نوع من التراكم الطويل عبر الزمن، واللي يصل إلى سنوات وسنوات طويلة جدا. فالشيء اللي بيظهر دوما إني هو عملية نتيجة هذا التراكم أو قمة جبل الثلج مثل ما بيقولوا، أو جبل الجليد. هلأ بالنقطة لفكرتك، كيف فينا نطبق وننقل عمليا الشيء اللي بنتعلمه، أعتقد أهم نقطة هي التجربة العملية. كيف يعني التجربة العملية؟ بموضوع المعلومات حالياً، وأنت سيد العارفين، صار موضوع موجود ومتاح بكثرة بموارد كثيرة، سواء عبر الكورسات، سواء عبر الكتب، سواء حتى عبر ملخصات الكتب. معظم الأشخاص بتأخذ خلينا نقول الحكمة أو الفكرة وبتقول أوكي، يا بتقول يعني أحد خيارين بيكون عنده للأمانة، إما بتقول أوكي هذا كلام جميل وبتسكت، أو بتقول هذا كلام جميل ولكن لا يمكن تطبيقه، أو بعبارة أخرى يعني خلينا نقول بيحبوها كتير ناس، إن هذا الكلام حلو بس مو لأن هذا لعالم تاني، وبينتهي خلينا نقول بينتهي الحكمة يعني خلينا نقول عند هاي النقطة. التحدي الأساسي خلينا نقول إن بأي معلومة أو بأي كتاب أو بأي خلينا نقول شيء نتعلمه، إن كيف نجربه مباشرة ونجربه مرة ومرتين وثلاثة، بحيث نعرف كيف ممكن تطبيقه بالشكل الأمثل. أعتقد هون النقطة الأساسية اللي بتأدي لزيادة الإنتاجية، لأنه الأفكار لوحدها هي أفكار جميلة، ولكن بدون خلينا نقول تطبيق وتجربة مرة ومرتين وثلاثة، ما فينا نعرف إن فينا نستفيد منها ولا لا. بتضل خلينا نقول أفكار مبهمة. خلينا نقول مثال بسيط، يمكن يعني اللي نحن هلأ اللي طالعين فيه، ممكن أي شخص يقول أوكي في هذا البرنامج اللي فيك تعمل فيه بث مباشر، هي معلومة، هي كيورد، ولكن إذا الشخص ما جرب مرة ومرتين وثلاثة وعمل تجارب، فما رح يطلع معه هل فيه يستفيد ولا لا، ما رح يطلع معه المونتاج خلي نقول رح يكون سهل ولا لا، رح يكتفي بفكرة أن يوجد برنامج ولكنه صعب التطبيق، أو لكني ما فيني أتعلم عليه.
ممكن انت فينا فيك تفيدنا اكثر بهي النقطه، ان كيف الانتقال من كيورد خلينا نقول لعمل متكامل، يعني الليرنينج بروسيس كيف بتبلش، خلينا نقول صعبه كثير او مستحيله، بعدين ممكن تقول لحدا والله مبينه والله سهله والله ما هي صعبه، هو ما بيعرفها بيطلع هيك اني شلون ما هي صعبه. تمام، الحقيقه تماما، يعني هي يمكن انا وانت من خلال شغلنا باليونيفرسيتي بنشوف هيدي الحقيقه كثير، وقت بنكون ب يعني بدروس ما اونلاين او باجتماعات، يعني نطلب من حدا اشياء نعتبرها نحن كثير بسيطه، بتفاجئ انه الشخص ما بيعرف انه في هيك شيء او كيف بيستخدم هيك شيء. طيب بدي ارجع للفكره نفسها واقول، طيب انت يعني كشخص يتعلم كثيرا وعم تقول انه بدك تنقل الحاله من فكره الفكره او المعلومه الى فكره التجربه، ولكن انت اعتقد تتعرض يعني بشكل يومي للكثير من الافكار اللي هي قابله للتطبيق، ما هي المعايير اللي تستخدمها لتطبق بعض الافكار وتقول انا رح اشتغل على هدول لانه هدول، او شو المعيار اللي بتختارهم على اساسه وتبلش تجرب وتعطي وقت لهم؟ والله هي سؤال كتير رائع، واحد الـ يعني الـ الاخطاء اللي بيقعوا فيها الكل اني مثل ما انت ممكن يتعرض لكتير افكار ويجرب بدون ما يعرف. بالنسبه لي رح اكون صريح، انا الفكره اللي اقوم بتطبيقها مباشره او اختبارها هي فكره قادمه من توصيه معينه، من شخص خبير، من شخص ثقه، اما احد الاصدقاء خلينا نقول اللي بيكون خبراء بمجاله، فهو بيكون عمل بحوثه ويعني وجهوده وصل لنتيجه معينه، فلما بيخبرني اني اوكي هاي الفكره حلوه او هذا الكيورد حلو، فانا بعرف اني بيعطيني نصيحه صادقه، فانا وفر علي البحث. او اذا كان هاي الفكره مطروحه بكتاب لكاتب مشهور، لكاتب معروف، لكاتب خلينا نقول اذا بدنا نختار المصطلح صح له سمعته المهنيه، باعتبار ان هيك بنكون نحن وفرنا. فهذا هو المعيار بصراحه الاول، يعني واللي بيسرع حتى في عمليه البحث، يعني انت تبحث بمجموعه كتير لا متناهيه من الافكار والمقاطعات، بين انت عندك خلينا نقول فلتر معين بنقلهم مباشره للدور الثاني. طيب خلينا يعني كمان نحن نطلع للدور الثاني معك، حتى اذا كان صديق او كاتب شهير او له سمعه طرح فكرة أو يعني أوصى بشيء ما، فأنت كلهم بتجربون ولا أيضا يختل معيار آخر يتعلق بالنتيجة المرجوة من التطبيق؟ تمام، هي الفكرة الأساسية يعني التجربة، بدون تجربة بيضل الأمور خلينا نقول ضبابية، وبيكون بدون تجربة خلينا نقول مستفيضة للأمانة ما فينا نعرف الفائدة. أعطيك مثال عملي يمكن يعني لحتى هيك تكون القصة عملية. من فترة تستهويني كتير فكرة أن الذكاء الصناعي ممكن يكتب النصوص أو ممكن يعني خلينا نقول تعطيه أفكار مقالات ويكتب فيها. سألت كتير عالم يعني خلينا نقول ما خبراء بهذا الموضوع، جتني إجابات كتير متناقضة وبعيدة، ومنهم يقولوا لي لازم ندرب شبكة معينة ودعم العربي والقصص هاي. من فترة تذكرت عندي صديق خبير بهاي القصص اسمه صخر صوان، وكان زيارة لعندي، ف عم بطرح عليه هاي الفكره، فمباشره قال لي كلمه واحده هي اوبن اي اي. اوبن اي اي اللي هو معروف كتير، يعني هلا صار بالنسبه لي معروف قبل ما كنت اعرفه اني بس انه هو معروف كتير، وحتى طلع مؤسسه ايلون ماسك باي ذا واي، يعني هي من الامور اللي ما حدا بينتبه عليها يعني ايلون ماسك، اللي هو متدرب على جميع النصوص بشكل كتير كبير، وفيك تساله ويكتب لك مقالات ويقترح عليك. فأول ما قال لي هاي الفكرة يعني هو هاي الكيورد، فأول مرة جيت أجربها خلينا نقول طلع معي نتائج بين قوسين ركيكة، لأنه أنا يعني التجربة الأولى ما بتعطيك انطباع أني ممكن أنا أسأله اكتب لي ملخص كتاب معين، فيطلع ممكن ركيك أو يطلع الأجوبة إجابات خاطئة. لما تمعنت أكثر أو خلينا نقول وعطيته وقت أكثر لهذا الأوبن أي آي، وقرأت عن الموضوع أن أنت لازم تعطيه السياق تساعده، مثلا إذا تعطيه اسم كتاب، تعطيه خلينا نقول مين المؤلف، تعطيه معلومات أكثر، النتائج اللي طلعت بصراحة مذهلة جدا. يعني الشيء اللي بدي أقوله أني الكلمة المفتاحية لوحدها غير كافية للانتقال خلينا نقول لنتائج، واختبارها بشكل غير وافي كمان غير كافي. يعني أنا ممكن بدون مبالغة أعطيت كتجربة هذا الأوبن آي بلاي جراوند، اي يعني اي شخص يسجل عليه هلا مفتوح للجميع، اكثر من 5 اشخاص قالوا لي
يعني مو قالوا لي واو، حتى قالوا لي ما له فائدة، يعني ما وصلوا لأي نتيجة. وفتح جرب ب 3 minutes خلينا نقول أي شيء ممكن يكون randomly، فطلعت معه نتائج خاطئة، فما اعتبروا أنه هو مفيد. فموضوع التجربة اللي تنعطى حقها هي اللي بتفتح آفاق. وبتعرف أنت الأمثلة كتيرة مثل نفس الأمور، إذا نحكي على الـ FTTT وزابير وغيره من التطبيقات، أي شخص ممكن تقول له على تطبيق بيسرع بين قوسين الإنتاجية، فممكن يعني ما يعرف، يعني لأنه التطبيقات بدها هيك فترة لحتى الواحد يكسر الحاجز، ما يحس إن هو له فائدة أصلاً، قال لك أنا شو بدي أعمل بزابير. بينما إذا واحد أعطاه حقه ممكن تعرف أنت عملياً يأتمت مئات الأمور بشكل كتير سموثلي وسلس. تمام. طيب بحديثنا أيضا عن قضية أتمتة المهام، إذا أجينا لفادي وسألنا أنه شو هي التطبيقات أو السيرفيسز اللي بتستخدمها أنت لتساعدك بمصطلحك اللي دائما أنت بتحبه، شراء الوقت أو تزويد الوقت أو جعل يومك فيه ساعات أكثر إن صح التعبير، شو هي الأدوات أو التطبيقات اللي بتستخدمها وكيف فعلا بتنظم وقتك فيها، وهل كانت عملية التعلم عليها طويلة؟ تمام. هي للأمانة عملية التعلم طويلة نسبيا. ليش طويلة؟ لأنه أنت بدك تعرف كيف، يعني تعرف المنتاليتي وراء الموضوع، وهذا الشيء يمكن الكثير عالم بتقعب الفخ فيه، أني السؤال بشكل صحيح هو خلينا نقول 90% من الجواب. فهو معرفت ماذا نريد هو التحدي وليس التحدي بالأداة. فالأداة عادة هي أداة حيادية، يعني بمعنى آخر هي فيها تحل كل شيء، أي أداة. ولكن أنا إذا يعني جئت إلى أداة معينة، وهي الأداة على سبيل المثال اللي هي مثل خلينا نقول FTTT، أبسط أداة اللي هي إذا حدث شرط معين نفذ شرط معين. هاي جملة بجماليتها خلينا نقول هي معقدة على أي شخص ما عنده فكرة ما هو الشيء المعين اللي لازم يحدث لحتى يصير شيء معين. يعني لازم يكون في عنده خلينا نقول التمرين، يعرف شو السؤال اللي بده اياه لحتى بعده يدور على الإجابة. وهون يمكن الرحلة خلينا نقول التعلم، ان الواحد كيف يعرف السيناريوهات اللي بده اياها. فعمليا ادوات، يعني فينا نسرد كتير ادوات، ولكن اهم الادوات اللي انا بستخدمها هي الادوات اللي خلينا نقول بتجزئ المشكلة، او يعني كيف بتجزئ المشكلة، يعني بتحل جزء من المشكلة بحيث حدا تاني يحل جزء تاني. أعطيك مثال بسيط، عنا يوتيوب لنقول معين، وأنا أريد كلماته المفتاحية، فأنا بروح على أداة معينة بتسحب منه التكست، تعطي اليوتيوب، موجودين طبعا على جوجل كتير، يعني بغض النظر نقول الأسماء ولا لا، يعني download SRT from YouTube، بيعطيك down sub for example، بتضع اليوتيوب بيعطيك مكتوب تكست auto generation للانجليش تكست. هذا النص بيكون مو منسق، ممكن اروح على اداه ثانيه اقول لها هي ريموف انتر، تسحب لي منه الانترات وبتعمله باراجراف. اروح على اداه ثالثه مثلا اني سمرايز ذا تكست، بتاخذ هذا النص وبتطالع منه الملخص. جوجل ترانسليت ممكن يقول بيترجمه. عباره عن يعني خلينا نقول سلسله من الادوات المجمعه مع بعض. طبعا خلال 5 minutes ممكن انت فيديو لمده ساعه تعرف شو اهم الافكار اللي فيه، وهل يستاهل خلينا نقول تو جو يعني ان ديتيلز، ولا هو خلينا نقول بالنسبه لك بلا 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 لانه مارر عليك. نفس الامر خلينا نقول اذا نحكي على مستوى شخصي، اللي هن المساعدين الشخصيين، اللي هو احد الامور اللي انا بحبها كثير، يكون في واحد عنده مجموعه من المساعدين الشخصيين او مساعدين تنفيذيين اللي ممكن يحلوا مشاكل صغيره خلينا نقول بهذا السياق. كيف يعني مشاكل صغيره؟ مثلا نفس هذا المثال اللي حكيناه، اني صار عنا المقال وبدنا حدا خلينا نقول يترجم الهايلايتس للغه العربيه، يتاكد من خلينا نقول يشوف فيديو خلينا نقول بالعربيه ويطرح اهم الكتب اللي انذكرت فيه. التحدي هو نعرف شو الكيورد اللي بتهمنا لحتى توفر علينا الوقت. كل ما عرفنا الكيورد كل ما عرفنا ان فينا خلينا نقول نكسب وقت او نأتمته ولا لا. وجزء كبير من خلينا نقول من التحديات ان احنا ما بنعرف السؤال صح، يعني بجوجل فورم كلياتنا بنعرف ان جوجل فورم بس بنحط اسئله واجابات وانتر، بس في حدا سال حاله مثلا هل فيني اعمل امتحان على جوجل فورم؟ هلا اذا سال حاله هذا السؤال بيكتشف ان فيه يعمل امتحان على جوجل فورم، وكل سؤال يكون له علامه، والطالب لما يعمل انتر تطلع علامته.
هلا اذا سال حاله سؤال اني هل فيني كل شخص بيسجل على جوجل فورم ابعث له ايميل تلقائي اني هو سجل مثلا بموعد محاضره، هلا اذا سال حاله هذا السؤال بيكتشف اني في اد اون بتعمل هذا الشيء. فهي اللعبه هي مو اني انا اعرف هذا الشيء موجود لا، اني اعرف اسال اني هل هو موجود لا. يعني ولو طولت بس بمثال الذكاء الصناعي مثلا الاوبن اي اي، انا كثير هلا معجب فيه يعني بكتابه المقالات. فانا ما كان يخطر لي مثلا اني انت اذا بدك تقول له مثلا اكتب لي ملخص كتاب، فهو ممكن يضيع ما يفهم عليك. بس اذا جيت قلت له اكتب لي ملخص كتاب يتالف من 20 سطر، فيه المقدمة تتحدث عن الكاتب والخاتمة تتحدث عن عدد المبيعات، وتكتب له الصياغة السؤال يعني تتخيله فعلا أنه هو بفهم عليك، فالنص اللي بيطلع معه بدون مبالغة ممكن يكون يعني أفضل من موظفين متفرغين لهذا الموضوع. بس هو وين التريك؟ أن يخطر لك أن أنت فيك تسأله هذا السؤال، لأنه إذا ما خطر لك فأنت تظل بدوما بالأسئلة العامة اللي ما بتعرف الجواب. مثل انت اذا قلت له write me a summary about فادي امروش، فراح يكتب لك summary تطلع فيها اخطاء، لانه هو ما راح يعني يكون عبقري. بس اذا قلت له write me a summary about فادي امروش who hold a PhD in behavior economics from University of Granada، فهون عرف وين بده يدور اكثر، فالنص اللي بيطلع معه بيكون more accurate 3 اضعاف اللي قبله. الفرق بين السؤال الاول والثاني هو ان انت تعرف ان هيك لازم تساله، اما اذا انت ما خطر لك اني تسال السؤال الصح فما بفيد التدريب فيك. يعني فيك تقول هاي الاداه يوسلس والذكاء الصناعي بين قوسين لا ينفع. الفرق هو بصراحه بكل القصص عم نعيده، يمكن شكل السؤال او معرفه السؤال الصحيح. تماما، هلا واضح انه تماما تركيزك على موضوع السؤال الصحيح. عندي سؤال هون يتعلق بادوات الذكاء الصناعي، اللي هو الأمثلة ذكرتها رائعة جدا، ولكن هل هي فقط محصورة باللغة الإنجليزية أم أيضا موجودة باللغة العربية؟ طيب خلينا هيك نعمل تمرين، كيف فيك تسأل السؤال الصحيح لا تلاقي جواب؟ هي محصورة باللغة الإنجليزية، ولكن هناك حيلة إذا فكرت فيها بتخليه يشتغل بالعربي. طبعا هاي الحيلة حقها مصاري كتير، إذا حدا عم بيسمعنا بيطلع فيها بستارت أب بمئات الملايين. معتمدك تحتفظ فيها هلا؟ لا لا لا، رح اقولها هي بس هي كتمرين هيك فكري للي عم بسمعنا. احد الحيل التقليديه ان انت تاخذ السؤال بالعربي ترجمه للانجليزي تساله، تاخذ جواب بالانجليزي ترجعه للعربي على جوجل ترانسليت. هيدا تبع يعني البسيطه اللي تبع من درجه بساطه، ما اتوقع انه هي يعني أنا... تماما. بتعرف انا شلون كشفتها؟ مره في ستارت اب عربي حلو كتير كمان بتكتب له بالعربي وبيعطيك اقتراحات، فلما قلت له يعني اكتب لي عن فادي عمروش، فلما بكتب لي كتب لي فادي عمروش هو طبيب في الاقتصاد السلوكي. فأنا هون لقطت معي طبيب، ليش كتب طبيب؟ يعني إذا أنت بتفتل النت كله ما في شيء يدل إني طبيب. لما كنت قاعد مع صديقي صخر، يعني صخر من العباقرة بهذا الموضوع يعني هلأ، فقال لي طبيب لأنه ترجم دكتور، فكلمة دكتور بالإنجليزي أحياناً يعني بالجوجل ترانسليت ممكن يخربط يساوية طبيب ما يترجم دكتور مثل ما هي يعني حسب الـ API. فالفكرة أني أبياخد السؤال ببعته بالإنجليزي بيشتغله بمحل تاني بيرجعوا بالعربي. وأنت بتعرف جوجل ترانسليت بالعربي يعني إذا بنفتح هلأ هيك أمثلة أحياناً بيكون أحلى من المترجمين، يعني إذا كان النص بيوحد ربه. طبعاً الشغل على النصوص العربية حلو كتير، بس بتعرف أنت البيروغطة ضعف، ما في حدا عم يدرب نصوص عربية والقصص هاي. فيعني إذا صار للمستقبل هو جميل وفيه تحدي، ولو خرجنا عن الموضوع أن الذكاء الصناعي هو في نهاية المطاف يتدرب على الداتا. يعني أنت عندك معلومات، أنت بتعرف شي الداتا العربية تدرب عليها يعني الله المستعان. تخيل تسأله ما هي أفضل 10 روايات في الوطن العربي، تحتاج شو راح يطلع العشرة؟ أو أكثر المواقع بحثا على الإنترنت في الوطن العربي. والله ما سألته بس يعني. طبعا إذا سألته بالإنجليزي غير إذا سألته بالعربي. طبعاً. كل الفكرة أنه هو يتدرب. يعني فهي فكرة السؤال الصحيح، أنت عرفته إذا تخيلته أنه هو يتدرب على داتا، فأنت بتحسن تسأله السؤال أو توضح له بحيث يستثني الإجابات اللي هو يتدرب عليها تقليديا. يعني
لا كمان انا ولو اني اخرج عن الموضوع بس يعني هالجمله الاخيره اللي حكيناها اثارت براسي سؤال شوي يعني خطير، انه يعني احنا اذا جينا فعلا لما تدرب عليه الذكاء الصناعي باللغه العربيه وسالناه اسئله عنا فرح يعطينا اجابات تشي بحقيقه ما يحصل، وقديش احنا بنخفي حقائق وندعي اشياء، وبتعطينا يعني ما أعرف شو المصطلح تبعها، بتعطينا أنت بتقول أحياناً القطيع، إنه القطيع وين بيروح، القطيع شو بيحب يعمل. فهل فسؤالي إنه هل باللغة الإنجليزية موضوع حتى هن القطيع أو العقل الجمعي مختلف عنا، ولا يعني صار في داتا أكثر من الداتا الإليت النخبوية اللي أيضاً صارت تظهر، إحنا ما عنا داتا نخبوية؟ والله هو هذا التحدي الأساسي، إني معرفت الداتا اللي تدرب عليها، لأنه هي حسب الداتا هو راح يعني بمعنى يصير عبقري. إذا كان بالعربي مثلا تجاوزا هو تدرب على مقالات الصحف والمجلات خلينا نقول والكتب المكتوبة، فراح يطلع يعني مثل ما قلوا يعني يقرأ الفصحى ويعني خلينا نقول يكتب مقالات بهذا السياق. إذا بيجي الدخل خلينا نقول كل ما هو منشور عبر الإنترنت فراح يحكس هذا الشيء. الفرق يمكن بين العربي والإنجليزي خلينا نقول برأيي أني ما بعرف هو يعني الإجابات كم تختلف، ولكن يمكن كم الداتا بالإنجليزي خلينا نقول أكبر بدرجة ممكن تلغي شوية تحيزات بشكل أو بآخر. باللغة العربية يمكن مثلا محتوى معين لنفرض محتوى الديني قد يكون له أغلبية، فأنت ما فيك بأي عملية تدريب إذا استثنيته مشكلة، وإذا تركته مو إني مشكلة، ولكن لازم تعرف إن هو مثلا سوف يضغى بعملية التدريب. فلما بدك تسأل بالعربي ما هي أفضل 10 روايات، فطبيعي هو يطلع معه 10 كتب دينية، لأنه هذا الشيء اللي تدرب عليه، أو هذا الشيء المتداول أكثر بشكل مكتوب. يعني طبعا بدنا نشوف ما هو الشيء المكتوب غير الشيء الشفهي المتداول. وهون حلو كتير إني أنت، أنا ما بعتبر الذكاء الصناعي إن بيخترع الشيء، وإنما مثل ما أنت قلت هو بيعطينا خلاصة واقعنا أو ما تدرب عليه. فهذا الشيء حلو بهذا خلينا نقول بهذا السياق، إن نعرف ماذا يعني ما هو تعريف فادي لنقول وفق ما هو منشور عنه في الإنترنت. أو هنا السوشيال ليرن، السوشيال ليسنينج. تماماً. أنا هو في نهاية المطاف ما رح يجيب شيء من عنده، ما رح يعني يخترع شيء جديد. هلا حلو ممكن يتنبأ، يعني ممكن إذا قلت له ما هو مستقبل شيء معين وهو من قراءاته ممكن يطلع معك بإجابات. طبعا هي حلاوة أني أنت بتفكر فيه أني هذا ما يعتقده الناس أنه هو المستقبل، يعني ما هو يعني لأنه تعلمه من المكتوب. فهو تفتح آفاق حلوة يعني بعيدا عن الموضوع. هو حتى كمثال عن هذا الموضوع، هلأ كان ناشرين أنه عطوا داتا لكمبيوتر كتير 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 ضخم عن لاعبي كرة القدم ومباريات كرة القدم والكؤوس العالم السابقة، بحيث انه اعطوه داتا كتير كتير كبيرة بحيث يتنبأ من سيكون بطل العالم، او بحيث تكون مين المباراة النهائية بين مين ومين. وطلع معه المباراة النهائية راح تكون بين الارجنتين والبرتغال، وراح تفوز الارجنتين بضربات الترجيح. فما اعرف اذا هو يعكس تمني الناس او يعني تنبؤ الناس، او هو فعلا هي الداتا حسب اللاعبين وأدائهم وتطورهم معهم. بس يعني حلو ومخيف، مو مخيف، في معلومة يعني هلأ ذكرتني فيها، أنه قريتها من فترة أنه عدد الذين يعملون في مجال الذكاء الصنعي صراحة كان رقم يعني رقم كبير جدا، وعدد الذين يعملون في أمن الذكاء الصنعي هو بس 300 شخص حول العالم. صحيح. فانه هيدا كانت الاشكاليه، انه يعني الذكاء الصناعي عم يكبر كثير وممكن يكون فعلا ممكن يكون خطر، والناس اللي عم تحاول تدرس كيف نحافظ على الامن تبعه او امن الناس منه فعدد هو كثير قليل. تماما. هي هذا احدى التحديات، وخاصه اذا يعني بدانا بنقاشات اخرى، اني هل يجوز لمن يدرب شبكات الذكاء الصنعي أن يتحكم بالداتا المدخلة؟ لأنه هون أنت بتكون نقلت اللعبة لمكان آخر، ممكن بسبب تعتبره أخلاقي أني أنا يجب أن لا أعطيه تلك الداتا لكي لا يبني عليها، ولكن فتح هذا الباب يقود
إلى يعني خلينا نقول إحدى القصص المثيرة للجدل حاليا، هل يجب أن يكون مثلا حيادي بالنسبة للمذكر والمؤنث؟ لأنه هو بالنسبة له يدرب عليه كل هالتاريخ في مذكر ومؤنث. طيب إذا طلعنا هلا بقصة جديدة إني ما في مذكر ومؤنث، طيب هل لازم نعلمه ولا نتركه بما تعلمه؟ يعني قصص مثيرة جدا للجدل، يعني يكفي لهنا مثل ما بيقولوا. تمام. هو يعني مثل ما ذكرت بالبداية كثير صعب نقدر نحصر خبراتك بأي مجال بحوار، بس يعني هذا خلينا نقول تطور عفوي للحديث بموضوع هلا يمكن كثير يكتسب أهمية كبيرة. خليني أرجع للشق الأول من سؤالي، كيف بتقضي وقتك، كيف بترتب وقتك حتى تحافظ على إنتاجية عالية؟ يعني حكينا عن يومك بشكل عام أو أسبوعك بشكل عام. تمام. هلا أنا أعتقد يعني الكي وورد فينا نقول إذا ما ندخل بعملية للإنتاجية هو أن نخصص وقت محدد يومياً أو حتى أسبوعياً لمهام معينة. يعني هذا الوقت اللي هو خلينا نقول ما فيه مقاطعات، الغير قابل للمقاطعة. بشكل عام يومي أنا إجباري مثل أي حدا عنده أكثر من موضوع بيروح يعني نسبة كبير منه بالأوبريشنالز، بالأمور التشغيلية، سواء مع الفرق مع المشاريع مع اليونيفرسيتي. فأني هو يعني تشغيلي مرتبط بكليك أب خلينا نقول بالدرجة الأولى اللي هي المهام ومتابعته. ولكن يعني دوما في عندي ساعتين خلينا نقول أو ثلاثة باليوم على مستوى الأسابيع، يوم بالأسبوع، هدول بيكونوا أني يعني مبرمجين بطريقة أني ما يكون فيها مقاطعات قدر الإمكان، إما بيكونوا يعني بدون موبايل أو بيكونوا بطريقة خلينا نقول صعب خلينا نقول الوصول لألي. هدول اللي يعني بيصير فيهم productivity اللي العالية لتشطيب الأمور، سواء على مستوى يعني مهمة معينة، كتابة، استشارة. وهذه يمكن يعني معظم الأدبيات تحكي فيه، هو نفسه كتاب ديب وورك وغيره من الكتب والأتوميك هابيت يمكن بشكل أو بآخر، اللي أنت تركز لمدة معينة تنجز فيها وتكون هاي بدون مقاطعات. هذا الحل للأمثل يعني. أنت يعني معلمنا بموضوع التخطيط الشخصي وبرومودو والتقنيات، يعني ما لا يعني ما لا بديل. تمام. طيب هلأ أنت ذكرت أيضا ببداية حوارنا فكرة أنه النتيجة اللي احنا عم نشوفها اليوم من فادي عمروش أو من أي شخص هي يعني هي تراكم، هي نتيجة تراكم سنوات من العمل والمثابرة والجهد والتخطيط والتعلم، فبيطلع في نتائج ممكن ينظر للناس واو أو محظوظ أو أنه غني أو إلى آخره. طيب هل هذا يعني أنك بموضوع الإنتاجية أيضاً أنت اليوم إنتاجيتك عم تكون أكبر من إنتاجيتك السابقة؟ إن هي أيضاً تطورت عم بتحسن؟ تماماً. هاي نقطة كتير مهمة ودوماً بنصح فيها الفريلانسرز أو حتى الموظفين. اللعبة هي أني أنت إنتاجيتك بدها تزيد عبر الوقت، بحيث أني أنت بتصير عم تأنجز أكثر بنفس عدد الساعات. التحدي هو دوماً مو التحدي أنا أزيد بين قوسين مصدر دخلي، يعني أنا هي رأيي، وإنما التحدي هو أنا أزيد الأمور اللي فيني أنجزها بنفس الوقت، فبصير زيادة مصدر الدخل هو تحصيل حاصل لأنه بصير عندك وقت أكثر. فهذا الأساسي مثل كتابة المقالات. أول مرة كنت أكتب مقالة ممكن تأخذ معي 3-4 ساعات، ممكن تأخذ معي يوم يومين، ممكن تأخذ أسبوع، ولكن مع الوقت وممارسة التقنيات اللي بتزيد الإنتاجية مثل التركيز وعدم المقاطعة والأدوات كمان اللي بتزيد الإنتاجية، إذا جينا على الأدوات اللي بتترجم وبتدقق وبتشتري الوقت، فأنت صار مقالة ممكن ما تأخذ معك ساعة ساعتين. فعمليا هذا السر اللي بيربح. ليش؟ لأنه بين أنت بيوم يعني كنت بالأسبوع تخلص لنقول مقالتين، بين صرت باليوم خلينا نقول تخلص مقالتين، أو على مستوى حتى السوشيال ميديا بين أنت بدك تطلع بمنشور طويل بدك صفنة يومين، بين أنت فيك بيوم واحد تجدول منشورات لأسبوع. طيب هل هذا بيقودنا لفكرة أنه بكرة هو أفضل من اليوم؟ بالإنتاجية قولا واحدا لازم يكون بكرة أفضل من اليوم وبشكل أسي. كيف يعني بشكل أسي؟ يعني لازم نبرمجه، يعني نبرمج طرق التطور إني لازم تكون الزيادة أسية مو زيادة حتى إني تقليدية. واللحظة اللي بتوقف فيها هي الزيادة خلص معناته أنا لازم أفتح شيء جديد، أو ممكن تقول وصلنا خلينا نقول للعتبة. ف
فهذا سؤال كثير حلو تسلق. يعني هي الـ 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 الاشكاليه اللي بيعوا فيها الكل، ان اذا بده يضل هو موظف او فريلانسر او منتج او واتيفر او رائد اعمال وهو عنده نفس الانتاجيه، فهو صار مثل سائق التاكسي اني عم ينتظر توصيله لحتى يقبض، توصيله لحتى يقطع. بينما اني بده يبرمج الامور بطريقه اني لازم هالتوصيله خلينا نقول كيف تصير اسرع. بحاله التاكسي يمكن صعبه لانه هي هيك مبرمجه، فما في يعني ما في يزيد عدد التوصيلات باليوم، خلاص اني على العداد. فهي خلاص اذا هو عم بيشتغل بهي التاسك بهي الطريقه ما لا يعني بما معنى ما لا حله. بس لازم شو هي التولز اللي بتسرع هاي الامور بحيث اني يصير يخلص اكثر واكثر واكثر. هلا انا يعني حلو انك انت ذكرت انه بموضوع الانتاجيه بكره افضل، ولا يعني طب بس بكل الامور يعني احنا حتى اذا نظرنا للمسار اللي انت عم تتكلم عنه، فدائما عم يكون في تطور. يعني دائما بالاشياء اللي انت عم تشتغلها بكره هو افضل من اليوم، صحيح؟ تمام. فمعناته احنا فينا نقول او ندعي انه انا اذا اشتغلت يعني اذا بكره هو افضل اذا انا حضرت له بشكل صحيح. تماما، بكره هو افضل اذا حضرت له بشكل صحيح وحسبت حساب الادوات اللي فعلا بتساوي افضل. يعني مثل ما بيقولوا يعني كيف انت فعلا تزيد الانتاجيه ليكون بكره افضل. تمام. هلا خلال حديثك يعني اخر خمس دقائق ذكرت كثير الفريلانسرز والموظفين او الى اخره. فإحنا بأحد رسائل خبرة أنا تحدثت فيها عن الموضوع، أعطيت بعض النصائح طبعاً يعني كفكرة قبل البدء بتفكير بأنك الانتقال للعمل الحر أو المستقل. فينا نأخذ منك بعض النصائح اللي تنطبق على عصرنا الحالي، كونه صار يعني أنا ذكرت بهذه الرسالة تحديداً أنه صارت المنافسة جداً شديدة، صار في إشباع بالسوق على موضوع الفريلانسرز. الفريلانسرز يعني اللي وعم يدخلوا هلا على السوق مع دخول فكره العمل عن بعد، فهن صاروا يتنافسوا مع جميع الفريلانسرز من حول العالم. فشو النصائح اللي ممكن هيك باختصار تنصحهم اياها بما يتوافق مع تحديات العصر الحالي؟ تماما، هي نقطه كثير مهمه وشكرا نوهت لها، لانه فعلا يعني لما كنا نحكي عن فريلانسرز من سنوات قد يكون الموضوع كان نسبيا اسهل من الوضع الحالي، لانه السوق يعني تسارع بشكل كتير كبير بحيث صارت المنافسة فعلاً إني مع الكل. الأسعار صارت تنافسية أيضاً لأنه فكرة العمل عن بعد صارت مقبولة، وبالتالي أي رب عمل حتى يعني ما بقى منحصر إني يشتغل مع خلينا نقول جنسية معينة أو مكان معين، فهو كمان هيبحث عن الأرخص. وفكرة الأرخص حرفياً ممكن تكون يعني جداً يعني تنافسية بشكل ممكن ما نتخيله. يعني أعتقد حتى بمستوى مثلا كتابة المقالات ممكن بسوق مثل السوق المصري مع انخفاض الجنيه المصري مثلا تلاقي أسعار ولا شيء على الدولار، يعني بالكتابة بالمساعدة التنفيذية. نصيحتي المهمة هلأ حاليا، نحن مثل ما روجنا وقلنا الفريلانسر هو الحل لأنه ما كان في شيء اسمه ريموت وورك. يعني إذا بنرجع على السياق التاريخي، أنا كفادي بال2015 بال2016 كنت كتير أأيد الفريلانسر لأنه هو الطريقة للعمل عن بعد. ما كان في طريقة، ما كان في حدا يتقبل أو ما كان هالمصطلح موجود إني ريموت ووركينج. الطريقة الوحيدة للعمل عن بعد هو إني تشغل فريلانسر. هلأ باعتبار الريموت وورك صار مقبول، فأنا نصيحتي إني خلي نرجع هيك نركز شوي الدفة. الفريلانسينج حلو كتير وقلوا طريقه حكينا فيه، بس لا يمنع أن نفكر بطرق الآن التوظيف عن بعد ونشوف شو الوظائف اللي عم نطلب فيها شغل ريموت، نجهز حالنا فيها ونجرب نشتغلك ولو كفول تايم ريموتلي. اعطيك احصائيه رهيبه، يعني انا صدمتني امبارح بالليل كنت عم بتسلى هيك، قلت اشوف فرص العمل اللي بهم كلمه عربيك باسبانيا. من زمان لما كنت اكتب عربيك باسبانيا يعني بدون مبالغه كان يا تطلع نتيجتين يا ثلاث نتائج، يعني ان هيك حدا سوبرمان اني خاطر له كلمه عربي. من ثلاث اشهر تقريبا كان يطلع 100 نتيجه 120 نتيجه، اني تطور لا باس. يعني احنا بنحكي على اسبانيا اللي فيها برشلونه ومدريد و يعني قصص كتير. البارحة وفيه أي حدا كمان يجرب يدخل على لينكد إن يكتب عربي ببلد أوروبي، بإسبانيا في 1300 وظيفة بهم حدا يعرف عربي. أنا استغربت بصراحة، قلت معقول يعني شو بدهم بالعربي؟ شو كان السر؟ إذا بدنا نرجع نسأل نفس سؤالنا التفكير
بسؤال صحيح، ليش طلعت 1300 وظيفة؟ لأنه في شغل الريموت صار يدخل بالعداد. يعني إذا واحد بالإمارات كاتب وظيفة اسمها أرابيك وريموت، فصار يطلع بالنتائج بإسبانيا. ليش؟ لأنه خلص هذا ريموت، ما متعلق، فهو يعني يصلح في إسبانيا ويصلح في فرنسا ويصلح في كل العالم. فزاد العدد مو لأنه زاد العالم اللي بده عربي بإسبانيا، بس لأنه زاد عدد الجهات اللي بده ريموت اللي ما بتفرق معه، فصار يطلع النتائج تطلع بكل الدول. فهذا العدد يعني مغري جدا، إن العالم تعرف شو العالم اللي بده شيء معين وخلاص، ما دام it is accepted to work anywhere فواي نوت. هلا اوكي باوروبا الوضع عقد شوي مشان ما نبيع هذا الوهم، لانه بيضلوا بهمهم الاقامه الاوروبيه من اجل لاسباب ضريبيه. يعني اذا بدي اشتغل انا باسبانيا عن بعد فبهمهم اقامه اسبانيه لاسباب ضريبيه، فاوكي هذول بدنا نستثنيه، ما راح نقول ان اي حدا فيه يشتغل مع المانيا واسبانيا وفرنسا. بس الدول الثانيه خلينا نقول اللي حياديه او اللي ما بتفرق معها، فكمان صار عدد كبير. فيمكن هذا الان التحدي، نعرف وين عم بيصير شغل اللي بنحكى بالسوشيال ميديا للأمانة بعيدا جدا عن النتائج، ما راح أدخل بتفاصيل، بس العالم تسمع كتير حكي بالسوشيال ميديا إن هي حلوة وهي عليها شغل. لا، خلي ادخلوا على لينكدين شوفوا شو عم بنعرض وظائف، وهي هي الكيورد اللي واحد لازم يدور عليها. ما راح يعني ممكن الكلمات اللي عم تنباع كتير هلا إن هي بياعة، ممكن ما لا يعني أصلا في يعني غير وظيفة واحدة عليها من 1000 وظيفة، يكون الوظائف بمحلات تانية. هو يعني يمكن بعبارة أخرى طالما وصلت على السوشيال ميديا فمعناتها خلص سوقها. والله هو يعني هي تماماً exactly. خاصة نحن بالوطن العربي بتصل شيء شغلة متأخرة عدة سنوات، فبتحسها هيك في هيك مثل تأخير زمن. كان فيك مرة أحد الأصدقاء قال لي إن الحياة هيك مثل دائرة، فالغرب بيكون وصل للنص، نحن بنكون لسه بالنص الثاني، فلما نوصل نحن لعندهم نقول واو اكتشفنا الشيء، بيكون هو دار لمحل تاني. فمثل مجرد اني وصلت اني واو مطلوبة، بس اوكي بس ممكن خلص بريقة اصلا. تمام. ذكرتني بما بعرف وين كانت، بس بعتقد الفنان بسام كوفة باحد يعني يا مسلسل يا بقعة ضوء او شيء، فكان عم يطرحوا هذه الفكرة، فقال له مو هنا الغرب بيضلوا هنا سابقنا، قال له خلينا كان واقفين بمحلنا وهنا بيرجعوا لعنا. افضل شيء هي دي مدار الدورة كاملة بترجع، ما في داعي. تماما. طبعا هذا يعني حتى هذا السؤال بيشغلنا كثير، انه ليش يعني شلون احنا فينا نزيد سرعتنا على الاقل، يعني انه ما يكون نص دائرة بيننا وبينهم، يكون نقصر هذه المسافة. بس هذا حديث ذو شجون. هي القصة ولو هيك بسرعة، الفرق الزمني بنقل المعارف دوما عم بيكون كبير، فعمليا لما شغلة تصل لعنا واو لازم نشوف امتى تاريخ الصدور. هذا المثال دوما بقوله، لما رحت على لبنان على المكتبة، مبروع على المكتبة العربية بنبسط كتير، فلقيت هيك كتاب لألان دي بوتون اني مترجم للعربي، فانبسطت كتير قلت واو والله عم بترجمه للعربي. كنا يمكن عام 2000 واعتقد لما سافرت 2018، الكتاب يمكن تاريخ صدوره هو 2008، فترجم للعربي ب 2018. يعني لما صار عندنا نحن واو ونستشهد فيه، وصار كل يقول الان دي بوتون والان دي هو حكاه بال 2006، يعني وصلنا شيء متاخر له شيء 15 سنه. بس هلا نحن عندنا اياه، بصير يمكن هلا هو الزلمه يبطل هالافكار كلها وطلع بنتيجه اللي كنت اقوله بال 2006 غلط. بس نحن استعطي بمرحله اني عم نعمل يوتيوبات اني وكما قال. فرق يعني هذا الفرق للامانه احيانا في يعني هون في فرقين. الفرق في انت عم تحكي عن فرق الترجمه، وفي فرق اخر انه اصلا يعني هي الافكار ما بتصدر غير من عندهم، يعني هن المنتجي المعرفه. احنا يعني هلا حتى زعلانين انه عم نترجم المعرفه متاخر، فنحن يعني عم نستهلكها حتى بعد ما تكون هي خلصت مدتها. فاشكاليتنا كبيره بهذا الموضوع على ما يبدو. تماما. لك يعني نقطه كثير مهمه، الواحد يشوف التواريخ، يعني تواريخ الافكار خلينا نقول، ويعني بده يبني المنطقيه. هلا يعني يمكن مناسب اذكر الحوار اللي دار بيني وبنتي خلال اليومين الماضيين.
أنا كنت يعني بشجعها إنه تقرأ كتير، كوني أنا بحب الكتب كتير، ويعني عندنا مكتبة بالبيت حتى فيزيائية ضخمة من الكتب، وبحاول إني مشان حسن لها أيضا اللغة الإنجليزية إنه وتعي نقرأ سوا باللغة الإنجليزية. فطبعا في مجموعة من الكتب اللي هي شهيرة جدا، ف وقت قررت إنه تشتري فبعثت لي، قالت لي أنا بدي أشتري هذا الكتاب، بعثت لي رابط الأمازون قال اشتري لي هذا الكتاب. فأنا طبعا أول ردت فعل إنه يا بابا معقول كل هالكتب اللي أنا رصد أشتري الكتب؟ أم قالت لي بالحرف الواحد these books are not for my age. فأنا استغربت من الجواب إنه يعني حتى رحت للكاتبة اللي حتى هلأ امبارح كانت عم تطلب الكتاب الثاني كونه خلص الكتاب الأول، إنه كاتبات صغار بالعمر يعني. فحتى يعني أنا هلأ بالنسبة لي فتحت لي هي مجال لأعرف عن كتب عم تكتب بمواضيع كتير شبيهة بالمواضيع اللي أنا كتير بحبها بالإنتاجية وبالروحانيات وكيف تطور حالك وكيف، ولكن يبدو صار في إما بعد آخر أو طريقة أخرى. فأنا يعني هلأ متحمس جدا لقراءة الكتابين اللي هي اختارتهم. صحيح هذا السياق مهم. يعني أنا نفسي يعني لفترة يعني متأخرة عرفت إن حتى الكتب في إلى تقييمات للأعمار مثل الأفلام، فكنا يعني عندنا كله اسمه كتاب، يعني إني في مناسب 7 سنين وفي 12 وفي 10، فللأسف ما كتير نشغل على هذا الموضوع. يعني حتى يعني من المصائب هلا حاليا بالمسلسلات يمكن باللغة العربية ما بنحط تقييم عمري، دوما بتجي هاي الحجة التقليدية بقول لك إني هذا العمل عبي سي أو غير يعني للأطفال أو غير الأطفال، بس هو لأنه ما في تقييم عمري، هو بديهي إني يكون في تقييم عمري. نحن ما في كل ما بعرف يصلح لي، ما بعرف ما في مسلسل عربي طلع فيه يعني إذا طلع فيه تقييم عمري زائد 18 بيعتبروه معناته إباحي. فيعني إني ما هو الأساس لأنه ما يعني هو يتوجه لمستوى واحد. أيوة تمام، بس إني أوكي في زائد 12 في زائد 7 في مناسب يعني ما موجود الفكرة أبدا. جميل. طيب بالعودة للخبرات والمهارات، كونه نحن يعني بإطار حوار بالخبرة، يعني حتى اليوم أنا بعتقد أنت وأنا كتير بيجينا أسئلة ونتكلم عن المهارات، إنه طيب شو اللي لازم أتعلمه، شو هي مهارات العصر، شو هي مهارات القرن 21، ما هي المهارات المطلوبة في 2022 2023 إلى آخره. رح أسألك السؤال يعني بطريق من زاويتين. أول شيء خليني أقول بالنسبة إليك أنت كشخص كفادي عمروش ما تملكه من يعني معرفة علمية وخبرة عملية أيضا، شو بتعتقد المهارات اللي أنت اكتشفتها وكان لها أثر كتير كبير بتطوير مسارك المهني؟ تمام. أنا المهارات بشكل عام دوما في عندي قسمين من المهارات بعتقد دول يعني بأي مهنة لازم يركبوا مع بعض، واللي هني أنا ركزت عليهم خلينا نقول بشكل مقصود أو غير مقصود مشان ما نعتبرها شكل من أشكال يعني التخطيط. المهارات المعلوماتية هي مفيدة بأي اختصاص بكل المجالات، سواء على المستوى الأساسي اللي له علاقة ببرامج الكمبيوتر الأساسية والتطبيقات، سواء بالأدوات اللي صارت هلأ الكلاود، سواء بالأدوات حتى اللي خلينا نقول ممكن تكون أعقد كتير، لأنه بدون أدوات معلوماتية ما في الواحد لا يزيد إنتاجيته ولا يدعم مهنته خلينا نقول التقليدية، وفترة التحول لها هي اللي بتفتح آفاق جديدة، يعني ما بتخلي هذا الشيء هو صندوق أسود. نوع ثاني من المهارات المكملة كمان اللي هي خلينا نقول ما بعرف شو المصطلح بالعربي اللي هو علم النفس خلينا نقول أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية يمكن صح إذا صح المصطلح، لأنه هاي نحن دوماً يعني إذا كان حدا بمجال تقني أو هندسي فبيبعد عنا كتير، فبيكون خلينا نقول دوماً عم بيركز بجانب ونسيان جانب كتير واسع فيه تغطيه خلينا نقول الكتب والأمور الثانية بمجال العلوم الاجتماعية اللي بتفتح له آفاق كتير واسعة كمان لحتى يفهم كيف تمشي الأمور ويفهم الأمور بالسياق الصحيح. يعني أنا باعتبار جاي من خلفية إني يعني كمبيوتر ساينس، فكان عندي هذا الشيء قاطعه من الأول. تركيزي خلي نقول الفترة الأخيرة كان بعد الدكتوراه كان بأكثر بقصص علوم النفس أو العلوم الاجتماعية، مع الاستمرار خلي نقول بالأدوات اللي عم تطلع جديد اللي خلي نقول بتزيد خلي نقول
يعني مو بتزيد، بتكمل شيء الواحد عم بيشتغل فيه. يعني هاي الأمور المكملة. يعني نحن التعليم اللي بتعرف باليونيفرسيتي فيك أنت تقول أنا بدي أعطي كورس، بس أنا إذا بدي أعطي كورس وما عندي مهارة الإلقاء وما عندي مهارة البرزنتيشن وما عندي مهارة إني أشتغل على زوم بشكل حلو، بيطلع الكورس مثل ما بيطلع عند كتير عالم، بيطفش، بيدخل الواحد بتلاقي عتمة وغامق وهل تسمعوني هل تسمعوني وطبش. يعني فبقول لك والله التعليم لا ينفع أونلاين. لا، هو مو تقص التعليم لا ينفع أونلاين. هو يعني القصة بدك تعرف التولز، بدك تعرف الزوم، بدك تعرف الريكوردينج، بدك تعرف في إزالة الصدى. يعني كل هدول بدك تتعلمهم. إذا ما تعلمتهم ما فيك تنتقل لمرحلة وتقول بدي أعطي بين قوسين أونلاين. فأي حدا بأي اختصاص، وأعتقد الأمور المعلوماتية بتفيده بهذا السياق، حدا بيعرف يكتب على السوشيال ميديا رائع كتير، وإذا جيت قلت له مثلا تعرف أداة لجدولة المنشورات على السوشيال ميديا يقول لك ما بعرف. طيب ما بتستفيد. طيب أنا شو بدي أعمل إذا بدي أعود أعلمك؟ وحتى فترة التعليم لازم تكون عنده سريعة، يعني لازم يكون مجرب بحيث أنه يتحول من أداة لأخرى بشكل كتير سلس، ما ياخد وقت خلينا نقول كتير. أو نفس بتعرف أنت بهالقصص الأمثلة عندك أكتر، إدارة البريد الإلكتروني أو يعني الإيميلات، الرسائل الجماعية، كلها هي عبارة عن أدوات، ويعني بدون تعت يعني بدون معرفتها مسبقا ما فيه شخص ينتقل مباشرة لها، على الأقل يكون كاسر الحاجز. تمام. طيب إذا أنت يعني عددنا أنت بالنسبة لك 4-5 إما أدوات أو مهارات تعتبر أنت شخصيا كانوا بالنسبة لك مفتاحيين، فينا يعني فيك تعددهم ولا صعب؟ هلا يعني إذا بدي أخذ هيك بسرعة، مهارات الإلقاء، مهارات العرض، هدول أهم شيء، ومهارات الكتابة. يعني هدول المهارات المكملة، لأنه أي فكرة أو أي شيء إذا ما عندك طريقة لتكتبه بشكل صحيح، تعبر عنه، تعرضه بشكل حلو، تحكيه بشكل واضح، ما فيك تستفيد منه. فهدول يمكن أعتقد يعني إذا عندنا هيك جواب عام يعني صالح لكل المهن، للطبيب والمهندس خلينا نقول والمهني. تمام. طيب هلا الشق الآخر من السؤال، إنه إذا بدك تنصح يعني ما بعرف صراحة مين هي الفئة العمرية، لأنه تعرف صار وصلني عدة طلبات أو عدة أسئلة على شكل عتب من أشخاص بيعتبروا حارون، يعني أنه أنتوا دائما بتركزوا على جيل الشباب، بس أنا مثلاً عمري تجاوز 50 وأنا أبحث عن فرصة، وأنا بدي ليش ما عم تعملوا شيء للي كبار بالعمر. فأنا صار عندي يعني، لأنه صراحة هو سؤال مهم، وكوني أنا متابع كثير ما يحصل أيضاً في مثل ما قلت يعني في العالم الغربي، في كثير مبادرات وتدريبات عم تتم خاص ما هم يسموه يعني الجيل اللي فوق 50، الجيل اللي ما ولد مع الانترنت، ما ولد مع تطبيقات، ولكن اليوم هو بده يدخل هذا العالم، فعم يكون في تدريبات خاصة لهم وكيف ينشئوا يكونوا فريلانسرز أو ينشئوا بزنس خاص إلى آخره. فيمكن بغض النظر عن الفئة العمرية مثل ما أنت هلا عم تذكر شيء صالح للجميع، إذا بدك تنصح الناس بشكل عام أنه يا جماعة هلأ بهذا الوقت تحضيراً للفترة القادمة، بما أنه في وظائف كتير كتير عم تنشال، يعني ذكرت لنا اليوم أنت الذكاء الصناعي عم يشتغل هذا الشغل باللغة الإنجليزية، هذا يعني أنه في كتير من الناس رح تخسر وظائفها. ولكن تبعاً للكثير من التقارير، القطاع التقني بحد ذاته هو رح يجلب وظائف عددها أكبر من الوظائف اللي تم خسرانها، ولكن هذا يعني أنه الشخص اللي بده يشتغل هذا القطاع لازم يكون تقنياً جيد. فبناءً على هذه المعلومات، شو هي تعتقد النصائح بشيء يتعلمون الناس ليكونوا جاهزين لتحديات المرحلة القادمة؟ والله أنا رح أعطي نصيحة، ما بعرف إذا هي متوقعة أو لا غير متوقعة، بس خارج الصندوق، يعني مقتبسة من كلام لجاك ما مؤسس علي بابا، لما قال في له هيك يعني حديث مشهور بيقول من عمر 20 لـ30 جرب تشتغل بشركات صغيرة وبدل الشركات كتير، من 30 لـ40 ركز أكتر، خلي نقول من 40 لـ50 يعني أعتقد قال الشغلة حلوة كتير إني اعتمد على الشباب أو وظف اللي أصغر منك عمرا. اللي بعمرنا بغض النظر عن الأعمار
بفترة معينة تلاحق ملاحقة التكنولوجيا الجديدة رح يكون صعب ومتعب وغير معروف. توظيف حدا صغير بالعمر أو بأول طلعته أو طالب جامعة أو حتى خريج جديد أو حتى طلاب الجامعة هو المفتاح لحتى يعني على مستوى مساعد شخصي لحتى يسرع عملية التحول ونعرف إن هذا الشيء موجود وهو يعني خلينا نقول بيكون مساعد لأن هو عنده يعني أحدث الأمور. يعني على سبيل المثال أنا إذا بدي أدخل وأقول بدي أتعلم كيف أعمل هدول الريلز اللي هلا طالع موطن على الفيسبوك أو على الإنستغرام، أنا بالنسبة إلي يعني بعمري لأنه ما عشت التطور رأساً يعني هذا كيف طلعت وليش صارت الترند وهالقصص هي ممكن ألاقي أي صعب كتير هلا وممكن حتى يعني ما أعرف الأدوات اللي يعني شو هي الأسئلة اللي لازم أسألها. يعني أنا يعني من جديد يمكن اكتشفت أني أصلاً ما فيك تحمل الريلز على الفيسبوك إلا إذا عندك الابليكيشن، أنا ما عندي الابليكيشن كل هالعمر فأنا ما بعرف أني هو محصورة بالابليكيشن. هلا إذا يعني وظفت مساعد من الجيل الجديد فهذا هو بيعطيك الإجابات وبيعطيك أسرع الحلول. يعني أنا ممكن تفاجأت أني في تطبيق موبايل يمكن ب$7 بتنزله وتقريبا بيعمل كل شيء، بيعمل تصوير للسكرين ريكوردر وبيضيف الأصوات وبيضيف النغمة وبتقص وبتعمل مونتاج بأبليكيشن موبايل، يعني بسيط جدا حتى. بس هذا الجواب مين جاب لي إياه؟ يعني حدا من الجيل الجديد اللي بالنسبة له أني معقول ما بتعرفه؟ يعني والله ما بتعرفه، يعني ما قلت الله يعطيك العافية قال لي على شو يعني كل العالم بتشتغل عليه. بس أنا بالنسبة إلي يعني العارف أسأل السؤال اللي عارف إني كل العالم وين بتشتغل ما بعرف شكل السؤال أصلاً. فيمكن النصيحة للعمر كبير بشكل أو بآخر وظفوا عالم جدد مساعدين شخصيين بحمسوكم تتعلموا شيء جديد بجربوا وبكملوا لكم هاي النقط اللي ما شرط ممكن تتعلموها. يعني ما كتير أنا بشوف حتى إذا حدا يعني ما عنده وقت إن هو لازم يضيع وقته بتعلم شيء غيره عم يعمله بثواني. يعني مثل هلأ موضة الكتابة المقالات والسيئو، ممكن الشباب الجديد الخبير يكتب لك المقال ويرتب سيئو بساعتين، بينما أنا إذا بدي أكتب يعني وما عندي خبرة بالكتابة وإذا كنت مغترب نسيان أصلاً اللغة العربية ممكن أقضي أسبوع ليطلع معي مقالة. طيب لا، خليني أنا أكتب الكيوورد وأعطي حدا هو يعمل الباقي ومنه بتعلم شو هو عم يعمل وبعرف إذا في شيء جديد ونوصل النقاط. تمام، أنا شاكر جدا لهالحديث الغني وللنصائح الحلوة كتير كتير، شكرا كتير لك، كنت سعيد جدا بالحوار وأعتقد يمكن إن شاء الله نعمل حوارات أخرى لنغطي المواضيع اللي لا تنتهي ومتعلم من خبرتك اللي أيضا ما بتنتهي. شكرا كتير لوجودك معي اليوم بخبرة. الله يسلمك فادي، أنا كتير كمان هيك سعيد واستمتعت بالحوار والأسئلة، يعني وهيك تنقلنا مثل ما بقولوا من جناح إلى جناح، إن شاء الله هيك يكون من بستان إلى بستان. تمام. وشكرا كثير لكم اللي عم تحضرونا وما تنسوا تشتركوا بنشرة خبرة وأيضا قناة سكيلن على اليوتيوب وإلى اللقاء بحوارات أخرى.